تعالى كده راجع حالك حضرتك وانت قاعد، انت تعرف ربنا؟ ايه يا ابونا، اكيد اعرف ربنا. طب اقول لك على حاجة، كل ما تقعد مع ربنا اكتر تعرف ربنا اكتر. ببساطة كده، تعرف الاستاذ فلان، تعرف الاسيس فلان، تعرف اعرفه. طب تقعد معاه اكتر تعرفه اكتر، تتعمق العلاقة اللي بينك وبينه اكتر واكتر. من يحبني يحفظ وصاياي. طب كده راجع العمايل، راجع الوصايا واحدة واحدة كده. موقفي ايه من الكورنثوس الاولى اصحاح 13، التي تتأنى وترفق وتحتمل كل شيء وتصدق كل. طب انا موقفي ايه من المحبة دي اللي هو الله؟ ما الله محبة. موقفي ايه؟ هو بتاعي ولا بتاع الناس؟ ملكي ولا ملك الناس؟ يقول لي ده انا ملكك وملك الناس. يوحنا 3:4 و5 ورا بعض، تلاقيه مسيح الفرد الحيران، عشان لو في حد حيران، مسيح الفرد الضايع ومسيح الفرد المنسي. في يوحنا 3 مسيح الفرد الحيران يحكي لنا مين؟ يوحنا 3، احنا مش عايزين نراجع انفسنا بس، ده احنا كمان عايزين نراجع في الكتاب، عايزين نفتح الكتاب، كلمة الحياة، نراجع كلمة الحياة. يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك. كلمة الحياة يحكي لنا عن نيقوديموس، الرجل كان حيران يروح ولا ما يروحش، فقال أروح بالليل، فقال له ينبغي. يبقى لو في واحد حيران يبقى ينبغي أن يولد من فوق. طب ولو ضايع، يوحنا 4 مين؟ كلكم حافظينها، الست السامرية. كان لابد أن يجتزي السامرة في مطلع الأصحاح. أنا مش عارف اللي حط يسوع تحت لابد. لابد على مين؟ على المسيح. لابد المسيح يعمل حاجة، هو اللي حط نفسه تحت لابد بمحبته. يعني لابد يقابلك، يعني يقابلك ويقابلك مقابلة فريدة، مقابلة شخصية، يغيرني ويتحد بيا ويخليني مسيحي حقيقي، مسيحي بجد. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ويوحنا 5 إيه؟ المخلع قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له أنا مرمي هنا من زمان وتعبان. قال له يا حبيبي أتريد أن تبرأ؟ ما أنا ناسي وأهلي وقرايبي سابوني وأديني قاعد. يا حبيبي أتريد أن تبرأ؟ أنا ليس لي إنسان. قال له اللي هو إله من ليس له إنسان، يعني لو منسي، ما هو مسيح الفرد المنسي اللي اتناسى ما كتير. يا رب الواد ويصرفوا عليه ويكبروه ويعلموه ويفهموه وينصحوه، أول ما يحب ياخد حبيبته ويسافر حتى ما يرن. يا عم اللي بس كده تقول لي يا ابونا أصله ده سابني وهاجر، حبه أكتر مني. لك مسيح اسمه مسيح الفرد المنسي. يا ست الكل، يا اللي ابنك هاجر، يا اللي تفكر نفسك قاعد في دكة ولا قاعد على كرسي، ما حدش عارفك، ما قالوا لكش تعالى قول حاجة ولا يعرفوك، هو يعرفك. المسيح هو اللي يملاك، هو اللي يروحك فرحان مليان بالسلام. في القداس أبونا يجي كل شوية يقول إيريني باصي، دي معناها السلام لجميعكم. للي مش عارف السلام، انت تجيب لي سلام من فين؟ اقول له انا، طب ما تقول لهم هاي، ولا في النهاية لما يجوا يمشوا قول لهم باي. يقول لا ما ينفعش ابونا يقول ولا هاي ولا باي. امال تقول ايه يا ابونا؟ يقول السلام لجميعكم. السلام هنا مش تحية، السلام هنا عطية. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. أخذ من ربنا السلام وكب على الناس، تروح بيتك مليان بالفرحة والسلام. يا اللي جاي مهموم ومتنكد عليك هتروح فرحان، تقول إيه ده هو اتغير ليه؟ قبل المسيح إله السلام. يا اللي جاي محتاج وما معكش والجيب فاضي والدنيا غالية، تعمل ايه؟ سدد العوز، يشفي المريض. الهنا حي،
اللي يعرف المسيح حقيقي دايما فرحان، دايما فرحان. سلم دقايق قليلة كده لربنا. ليه؟ عارفين ليه بنقف؟ عشان كل ما الجسد يبقى في حالة خشوع النفس تنسحق فالروح تسمو. لكن قاعد ومكبر دماغك وجاي تتفرج، خد بالك من الكلام، ملكوت الله ليست للمتفرجين. أمال لمين؟ للمشاركين. لما تشارك في الصلاة وفي الطلبة وترفع قلبك وتكلمه يبقى ليك حياة، تقدر ساعتها تقول لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. باين عليك، باين عليك المسيح فيك من ثمارهم ولغتهم تظهرهم. لغتك باين عليك انك انت متحد بالمسيح وتعرفه. ربنا يدينا ان احنا نتحد بيه اكتر ونفرح بيه ونقول له مسيحي خلي وزي ضلي مش بيفارقني معايا تملي. تفضلوا.